القرحة. اللي بيعانوا من القرحة سواء كان الصيام أو غير الصيام يجب عليهم أن يلتزموا بالتالي: أن يكون الطعام يخلو من البهارات الحارة أو كثرة البهارات. البهارات المفيدة للقرحة قد تكون الكمون وورق الغار والكركم خفيفاً، مفيد أكثر لو وضعنا بهارات حارة. أيضاً نبتعد عن السمنة ونبتعد عن الزبدة ونبتعد عن الحلويات المباشرة، يعني الصناعات اللي بتكون فيها الزبدة والسمنة. ممكن نحن نأخذ حلويات ممكن يكون فيها سكر لكن تكون غير غنية بالسمن والدهون، لأن هذا مشكلة، لأن القرحة ما هي إلا عبارة عن أحماض شديدة تفرزها المعدة والمعدة تأكل نفسها بنفسها. وكلما أكلنا طعاماً يحتوي على دهنيات أو مقالي أو بهارات حارة أو كثرة البهارات، المعدة ساهمت في إفراز هذه الأحماض التي ممكن أن تؤثر على المعدة أكثر. ممكن نأخذ نحن القلقاس أو البطاطس أو الجزر والقرع والكوسة والفاصوليا الخضراء، ومفيد جدا أن نرتاح أن تكون مسلوقة. شكرا لكم.